السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة الصورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في الصور غادي نحضروا حلوة رائعة جدا وجد سهلة في التحضير، والمقادير ديالها بساط بساط جدا كيف ما عودتكم دائما على الوصفات الساهلين والمكونات البساط. كيف ما كتشاهدوا معي الكاتو ديالنا غنخرجوا منه جوج أشكال، يعني بعجينة واحدة وبدون طابع، يعني بدون طابع ديال الحلوة. تبعوا معايا الفيديو الى الاخر باش نكتشفوا الطريقة ديال التحضير ديال هاد الحلوة والمقادير ديالها، وما تنسوش تدعمونا بلي لايك فضلا وليس امرا، وشكرا لكم متابعة. ونبداو المقادير. اول حاجة كنحتاجو نص كاس ديال الزيت بعبار ديال العنبة، كأس ديال العنبة راه معروف، نص كاس ديال الزيت بعبار ديال العنبة، كأس الزيت عادي نباتي. وعندنا هنايا كأس ديال سكر كلاصي، أي سكر ثقيل، سكر بودرة، كأس يكون عامر جيدا مملوء من عبار كأس ديال العنبة. كيف ما كتشاهدوا معايا كيسان ديال العنبة تيعطيونا المقادير مضبوطين. وعندي هنايا حبة بيض واحدة متوسطة الحجم. وبالنسبة لهاد الحلوة اللي بغى كمية أكثر يضاعف المقادير، على العموم هي كتعطينا واحد الكمية وفيرة جدا. وكنخرجوا منها جوج أشكال بجوج نكهات. وعندي هنايا معلقة كبيرة من بودرة ديال الكاكاو المر، يعني معلقة كبيرة تكون مملوءة جيدا من الكاكاو المر. وكنحتاج هنايا علبة ديال الزبدة من فئة، الوزن ديالها من فئة 200 غرام. أي زبدة، غير ما تاخدوش الزبدة ديال التوراق، راها معروفة ديال التوراق بوحدها، والمانغارين اللي كنصيبو بها لصابلي والحلويات هي هذه، يعني ماشي ضروري تاخدو هذه النوعية، ولكن الزبدة اللي كتكون في العلب من فئة 200 غرام، يعني ما تفوتش 200 غرام، هي هذه راها معروفة وموجودة في الأسواق. أي نوع الزبدة أنا كنستعمل هذه لان الثمن ديالها مناسب والقوام ديالها كيجي الحلوة رائعة جدا. وعندي هنايا خمارة واحدة من فئة 10 غرام، خمارة ديال الحلوة عادية، الشاسية ديال الحلوة، خمارة واحدة. ثم كنحتاج الدقيق، عندي 5 ديال الكيسان كبار ديال عبار ديال العنبة من الدقيق. انا عندي هنايا 5 ديال الكيسان، ولكن في الخليط ملي غنبدا نخلط المكونات غادي نشوف شحال ديال الطحين غادي نحتاج. انا كنحتاج في هاد المقادير ما بين 4 ديال الكيسان ونص حتى الخمسة، وانتوما عينكم ميزانكم. طحين الفرس يكون نوعية جيدة، يعني طحين الممتاز، 4 ديال الكيسان ديال الفرس بعبار العنبة. هادو هما المكونات اللي كتشاهدوا قدامي في الصورة، بساط بساط جدا ومتوفرين ان شاء الله في كل بيت. نتوكلوا على الله ونبداو طريقة ديال التحضير ديال الحلوة ديالنا، سهلة جدا وكتجي في المذاق رائعة جدا. نبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. كيف ما كتشاهدوا قدامي كنعاود ندرج معكم المقادير، لان بزاف ديال الناس كيعاودوا التساؤلات. انا كنحاول نطول المده ديال المقادير باش ما يكونوش هناك تساؤلات. اول حاجه كناخذ الفول اللي غادي نخلط فيه الكاطو ديالنا، كنوضع بيضه، ثم نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي، وكنخلط جيدا. كيف ما عودتكم دائما كنتعمد نعاود المقادير مع التحضير باش يكون كل شيء مضبوط. وعندي هنايا زبده من فئه 200 غرام، اي نوع ديال الزبده، الا ما تستعملوش الا هذيك ديال التوراق، لان ديال التوراق هذيك بوحدها كنستعملوها في كرواسون في ميلفاي الى اخره. كما شفتوا معايا وضعت الزبده وخلط جيدا مع السكر كلاصي وبيضه ونص كاس ديال الزيت، وكنخلط جيدا. كنبقى ندير الطحين بالتدريج، انا وضعت هنا كاس وكنعاود ندير كاس، كديروا كاس بكاس غير بشويه وانتم كتخلطوا. ثم كنوضع خمارة،
يعني غير كنخلطوا ما كندلكوش غير كنجمعوها. ها هي دابا بعد ما جمعتها غنقسمها على جوج، لان عندي هنايا قلت لكم غنديروا جوج نكهات، وحده بالشوكولاته وحده عاديه. انا زدت هنايا قسمتها على جوج، وزدت هنايا معلقه كبيره من بودره الكاكاو، ثم تنجمعها يعني غير تنخلط ما تندلكش. وعندي هنايا الطاوه ديالي اللي درت فيها ورق الطبخ، وكنحضر كويرات كيف ما كتشاهدوا معايا يكونوا متوسطين الحجم، يعني الحجم على حسب. انا درتهم يعني متوسطين الحجم لان الحجم ديالهم باقي غادي يضعف واحد شويه حيت فيهم طبيعه الحال الخماره. كندير كويرات يعني الحجم ديالهم متوسط، وكنفرق بيناتهم واحد شويه. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الحلوه ديالنا ما كتحتاجش يعني بزاف ديال المقادير او طابعه الحلوه او بزاف ديال الخدمه، سهله كتوجد في نص ساعه كتكوني كملتيها. كما شتي معايا سيداتي بلا طابع غير بالفورشيت، كنوضع الفورشيت هكا في الجوانب، يعني غير كنجر كنبرك وكنجر في الجوانب ديال الكره ديالي اللي درت، وكتعطيني هاد الشكل اللي كيجي رائع جدا غير بالفورشيت بلا طابع. وعندي هنايا الخليط ديال البودره ديال الكاكاو اللي درت له بودره الكاكاو ولات عجينه ديال الشوكولاته، حتى هي غندير ليها نفس الطريقه ونفس المراحل. غندير كويرات ثم غنضغط بالفورشيت، فورشيت تكون كبيره او صغيره، كنضغط غير من الجانب فقط كيف ما كتشاهدوا معايا. كنتمنى الصوره تكون واضحه. ها هي دا راها سهله جدا ولا اسهل، اي واحد ممكن يحضرها وفي وقت وجيز جدا. كيف ما شتي سيداتي انا خليت الفورشيت هنايا باش تشوفي القياس فين كنحط الفورشيت، وكيجيني هذا المنظر رائع جدا. انا درت الفرن ديالي يسخن على درجه عاليه، مجرد ما كنوضع الطاوه ديالي في الفران كننقص للصفر باش تطيب على خاطرها، لانها كطيب الشكل ديالها بحالها بحال صابلين. ها هي دابا من بعد ما طابت ليا ما كتاخذش ليا الوقت بزاف، ما بين 20 دقيقه حتى 15 دقيقه كتكون واجده، غير كتحمر من الاسفل، ومن الفوق خصها تبقى بيضه، يعني كنطيبها غير من الاسفل ما كنشعلش عليها الفران من الفوق، كتعطيني هذا اللون الذهبي صافي. اذا راها طابت. بالنسبه لمرحله تزيين لكم الاختيار، انا هذه ديال الفاني يعني الكاطو الابيض، درت له شوكولاته بيضاء ذوبتها والكوك اي جوز الهند. كنغطس يعني غير الراس اللي ما كانش فيه الفورشيت في الشوكولاته، ثم كندوزو في الكوك. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي كيجي المنظر ديالها يعني رائع وسهله في التزيين، والتزيين كيبقى اختياري. ممكن تخليوها هكا في عوض الشوكولاته بيضاء، ممكن ديري الكونفيتير ديال المشمش، تغطسيها في كونفيتير ديال المشمش وتعاودي دوزيها في الكوك، لكي سيداتي الاختيار. بالنسبه للشوكولاته انا ما احتاجيتش بزاف، تقريبا 10 ديال الحبات ديال الشوكولاته بيضاء اللي ذوبتها. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي كنغطس غير الجهه اللي ما فيهاش الفورشيت باش كيعطيني واحد المنظر رائع جدا، ثم كندوزها في الكوك. الكوك كندوزها غير من الفوق، غير الجهه الفوقانيه ماشي الاسفل، وكنرجعها للطاوه فين دايره البابي كويسون ديال ورق الطهي حتى كتنشف ليا. بالنسبه للكاطو اللي درت فيه بودره الكاكاو، حتى هو كنزينو بالشوكولاته سوداء، حتى هي ذوبت الشوكولاته سوداء تقريبا 10 ديال الحبات، وكندوزها في الشوكولاته فيغميستيل. ولكن سيداتي كل الاختيار، ممكن تخليها هكا ممكن تغطسيها كلها، ولكن كلها ما كنحبتش هذه الفكره، كندير غير الطرف الفوقاني باش يبان الشكل اللي درنا بالفورشيت، كيبان رائع جدا، كتبان بحال شي حلوه ديال الكركاعه. لا تعرفوا داك الحلوه ديال الطابع ديال الكركاعه كتبان تقريبا بحالها. انا غادي نكمل الكميه في التزيين ونتلاقاو في النهائي ديال الشكل ديال الحلوه ديالنا بعد ما استفتها في البلاطو. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي كتجي رائعه جدا، لا في المنظر والشكل ديالها والطريقه ديال التحضير ديالها ولا اسهل. انا تعمدت في هاد الايام ندير لكم حليوات ساهلين لا من ناحيه المقادير والمكونات والطريقه ديال التحضير ديالهم، وبلا طابع وبلا معاناه، والمكونات بساط جدا، لان كيف ما كنعرفوا العيد جاي
ويعني بزاف ديال الناس يقول لكم عمي ما نقدرش ندير الحلوه، الظروف الماديه الى اخره. انا جبت لكم وصفات سهله وحليوات ساهلين في متناول الجميع، اي واحد يمكن يديرهم وبلا طابع بلا معاناه. في نص ساعه كتكوني وجدتي الكاطو ديالك سيداتي. شكرا لكم المتابعه، وبصحه وراحه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم. وبالنسبة للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناة سكينة السورية. وكيف ما عودتكم دائما أنا غادي نقطع حبة من الحلوة قدامكم باش تشوفوها كي كتجي هشيشة وكتفرتت كتدوب في الفم. على فكرة هي باقا سخونة، مني كتبرد يعني باقا خصها واحد ساعتين دما قال، مني كتبرد كتكون هشيشة لأن فيها غير الزبدة والزيت. بطبيعة الحال كتكون هشيشة بحال صابلي، يعني نفس المقادير ديال صابلي. شكرا لكم المتابعة، وبصحة وراحة، ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة السورية، ودمتم في رعاية الله.